أختم إنه يعني كثير من الناس يستغرب من إنه الزواج يفتتح بهذه المحاضرات، ودي والله نحسبها سنة حسن إنه الزول يبدأ حياته بمحاضرة ودرس أو موعظة في التوحيد وفي العقيدة وفي الكشف عن الباطل أحسن ما يبدأ بحفلة، لأنه كثير من الناس وكثير من الشباب المسلم أول ما تزوج حياته الزوجية بيبدأ بحفلة، يلم البنات ويجيب له سماعات زيدل ويجيب له فنانة وتقعد ترقصك في الأمة دي أبشنب تلقى يرقص وعمك كبير يرقص وأبو العروس يرقص وأم العروس ترقص وكله نرقص، ودي خيابة والله العظيم جد. الواحد تلقاه هو ومرته يرقص. امبارح في الراد انا راكب الحفله في برنامج اسمه سيروه، جايبين البرنامج ده فيه قال احلى زغروته، اتصل واحد قال له الو برنامج سيروه؟ نعم. قال له عندنا مشاركه، ما بعرف قدم امه قدم اخته قدم بالتلفون، المره يخلوها تزغرت بالتلفون تزغرت، لو بعدين الجماعه صوتوا لها زغروتي كويسه يا حنان زغروتي كويسه يشوفوا احلى زغروته. بالله دي أمة واحدة ثانية اتصلت زغرتة، وده الكلام ده في إذاعة اسمها راديو الرابعة. ومن هنا أبعث بهذه الرسالة إلى هذه الإذاعة وغيرها من الإذاعات والمحطات، عليهم أن يتقوا الله تبارك وتعالى. والله المذيعة قالت طبعا حواء السودانية، والليلة دارين مشاركاتكم في الفيسبوك، قال بعض البنات تقيلات وحدات خفيفات، وبعض الشباب بيشوف انه البيت لو كانت تقيلة دي كويسة ولو بقت خفيفة دي ما بتنفع معاه سفة. ودعوة الى الخنا، والله جت في الرادي بعد شوية جابوا الأذان، أذان المغرب، الأذان قبله بلحظات بس بموسيقى، جايبين موسيقى تريم تريم موسيقى قالوا حزينة، بعدها طوالي جابوا الأذان، الأذان انتهى تاني جابوا موسيقى. اتقوا الله يا ناس زعة الرابعة، الأذان يسبق يفتتح بالموسيقى ويختتم بالموسيقى، هذا نداء للصلاة، وهذه شعيرة من شعائر الإسلام. الأذان تفتحوا بالموسيقى، اتقوا الله، وجايبين الفنانات من برا ومن جوا ويغنوا وسفه ويضحك المذيع والمذيع والمذيعه والمذيع يضحكوا، رايك شنو يا سوسن ورايك شنو يا شيما وها ها ها يا ناس ده دين وده شنو ده ذاته، والله يحيروك ويقول لك البلد تعبانه، ما ترى عين الديل وعين ابوك الشيخ هم ديال المضيعين البلد. عشان كده الشباب عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى. دار تتزوج شوف ذات الدين أول حاجة، شوف لك مرة ذات دين وذات خلق، مرة بتمشي للفقهاء دي ما تأخذها، لأنه ربنا قال وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم، ربنا قال ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. اللي بتمشي للفقهاء دي ما عندها عقيده، اوعى تتزوجها، دي كل يوم بتقول لك حوليه المكاشفي وحوليه ما عارف واد بدر وحوليه ابويا الشيخ ازرق طيبه، وتمشي هناك القبه وتطوف وتندى في في في, في جماعه، اوعى تاخذها زي دي. معلقه حجاب ما تاخذها، بتاعت حفلات ما تاخذها، والله دي يوميا تلقاها عامله لها 600 لون، وشها تلقاه زي اليافطه اصفر واحمر وبنفسجي، كل يوميا حفله دي ما تاخذها يا زلمه، شوف لك واحده مجيضه مغتيه شفتها، لما انت ما تفتح وشها ده الا لك انت، دي بتكون معك تمام، لكن تجيبها في الكوشه، خاتنها في كوشه وفعلا كوشه لانه فيها ضبان كثير حولها ذباب كثير يعاينوا في المرأة، والله ما شاء الله عزال ويسلموا عليها مبروك يا سوسن، وذاك بشنب يضحك تضحك على خيبتك، مرته عريانه نص جسمها برا، والله جد
ودي المصايب يا ناس، دي دعوة للشباب ما تتزوج إلا مرة محتشمة ومرة محترمة بتحفظك في نفسها، تحفظك في مالك، تحفظك في أولادك، تحفظك إذا غبت. لكن تفرط في دي، تمشي تأخذ لك واحدة تشوفها في حفلة بس عرسوها لي، يعرسوها له وبعد فترة بيلقى الشغلة ما ياها، بيرجعها بيه الكعك، الكعك أجابته مع أمه والله رجعها بيه كعكة ماله، يقول لك والله ما نفعت معي. ما قبل كلموك النبي عليه الصلاة والسلام قال فاظفر بذات الدين تربت يداك. فالمصائب بتحصل كثيرا، والغنى اللي بيحصل في الحفلات والاختلاط، فالناس تحارب هذه المظاهر السالبة حتى يمن الله عز وجل علينا بالرحمات وبالبركات حتى نعيش حياة، نعيش حياة كريمة. لأنه نحن لو زي ما قال ربنا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الناس يعقدوا في المسجد على كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ويجيبوا الحفلة والفنان والفنانة ويقعدوا يهججوا ويحطوا في النبق ويحطوا في القرض. فتحذر، دي رسالة أنا بوجهها للشباب ولأولياء الأمور وللأمهات وللحبوبات، ما في حفلة ولا في دلوكة ولا في سيارة، وشغلات كثيرة جدا وفيها شرك، أغاني فيها شرك، أغاني فيها شرك كثيرة جدا. والله جاءت مبارح برضو في البرنامج ذاته واحد هو قال يا ليل ليل معارف العديل والزين والليلة العديلة يا رسول الله، شرك بالله عز وجل في العديل والزين ده تشنو ده؟ دارين الأمة تتقدم ما بتتقدم ما دام فيها مثل هذه العادات السيئة وفي هذا الشرك الواضح وفي هذا الانحراف البين. فالناس ترجع وتوب إلى الله تبارك وتعالى، أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يوحد الله تبارك وتعالى ويدعو إلى ذلك ويموت على ذلك ويبعث على ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خير. ونفتح المجال لشيخنا الفاضل مزمل عوض فقيري، فليتفضل مجزي مأجورة. بارك الله فيكم والسلام عليكم.